القهوة مع اليوم فنجان القهوة مع قلتلي جاي زيارة حتى يدرك ويعنار. يسعد صباحكم أصدقائنا على هواء راديو روزنا. أصدقاء الصباح، نحن معكم بفنجان قهوة وفقرتنا الأسبوعية كل يوم خميس، وسعيدين تكون ضيفتنا اليوم الفنانة ماريا ظريف اللي سبق استضفناها بأحد الصباحات لنتعرف أكثر على شخصية دنيا الكرتونية اللي أسرتنا بقربة منا ومن حياتنا ومن طموحاتنا وحتى أحلامنا بالروح الحلو اللي بنتمنى أبداً ما تفارق أي طفل. ماريا الجميلة والرائعة واللطيفة دائمة الطفولة، بدي سميكي ماريا، بدي أقول لك صباح الخير، وأنا سعيدة تكوني موجودة معنا جاد قلبك لأنه بعرف قديش مسهرتك لليوم. نعم معلش، حلو على قلبي، صباح النور عليكم كلياتكم، وشكرا على استضافتي كمان مرة، إن شاء الله تكوني منيحة مروقة. أنا أكيد من هذا الشيء لأنه اليوم نحن بدنا نبارك لك بالجائزة، بعرف شوية تأخر الوقت بس لحتى قدرنا نرتب اللقاء مع بعض. جائزة مهمة استحق مسلسل دنيا، جائزة مونيكت، وأكيد هي لسه في قدامه، نتوقع فعلا يكون في جوائز تهتم بهذا العمل بكل مفاصل. تخبرينا أكثر عن الجائزة وكيف كان أثر على نفسك، على كل اللي بيشتغلوا معك ضمن هذا العمل. والله هي جائزة، يمكن هي أول جائزة ناخدها مع عمل دنيا، اسمها جائزة النيوميكس للأعمال الرقمية، لأنه دنيا بصيغته الأولى هو مسلسل كرتوني على الويب لويب تيلي كيبك اللي هي المحطة الوطنية لمقاطعة كيبك بكندا، ونيوميكس يعني هي جائزة توتالك للمنتجات الرقمية من الأفلام الوثائقي أو حتى التطبيقات أو حتى الأفلام أو حتى المسلسلات، وحصلت دنيا على أفضل مسلسل للأطفال للسنة 2021، فنحن كنا كتير مبسوطين وفخورين بهذا الشيء. كنا مبسوطين كمان لأنه قصة دنيا وقصة حلب وقصة السوريين كانت يعني هي مثل كانت الحدث، وكانت مثل نجم الحفلة بالنيوميكس، فهذا كتير عطاني أنا شخصيا سعادة كبيرة لتحمل دنيا هاي الصوت هذا بجائزة قيمة مثل هاي. بالفعل يعني حتى لما عم نرجع دائما نشوفها نتابعها دائما عم ترجع تكون قريبة من القلب، مليانة حيوية وسعادة، يعني رغم انه لما بصار اسم السوريين او سوريا واللجوء والتعب وحتى الحرب عم بيكون مربوط بصورة حزينة، لكن لما بنشوف دنيا والحياة اللي عم تعيشها والتفاصيل عم نحس في شيء مليان كتير حياة. يعني بدي أرجع أسألك، كيف قدرتي بهذا العمل تخلقي صورة مغايرة رح تعلق بذاكرة كل اللي كانوا حاضرين وكل اللي رح يتابعوا بنفس الشيء اللي صار بسوريا ولكن بطريقة تعبير مختلفة؟ سؤالك صعب أجاوب عليه بس رح أحاول أجاوب عليه. صعب أجاوب عليه ببساطة لأنه أنا هاي الصورة بحياتها ما فارقتني. الصورة لطفلة دنيا هي ككاركتر، يعني لطفلة تكون عيونها قد الدنيا وشعرها بيسافر بكل الدنيا وقلبها قد الدنيا وقلبها بيسع الدنيا وأحلامها كبيرة كتير، هي بالنسبة لي نظرتي لكل طفل، عرفتي؟ وهي نظرتي لك طفل بشكل عام، وهي نظرتي لكل طفل سوري بالرغم من كل شيء صار بسوريا، حتى نشوف أطفال المخيمات، ونشوف الأطفال اللاجئين، نشوف الأطفال اللي عاشوا أشياء قاسية جدا، بتضل روح الطفولة فيهم أغلبيتهم لساتها هون، نحن علينا بس نستأصلها، علينا بس نحييها. فهذا يعني دنيا بتمثل بالنسبة لي إيمان ما فرقني ولا لحظة إنه بالأطفال
السوريين بالغد وحتى بالسوريين والسوريات الكبار في لسه جزء ما تشوه وما ممكن يتشوه، أو حتى لما تغطى لما تهمش هذا الجزء علينا إعادة إحيائه، لأنه ما شعلة الحياة اللي بالأطفال، شعلة الحياة اللي جواتنا، نقدر نحلم بشي جديد، نقدر نخطط لقدام، ونقدر نتجاوز يلي صار. وهذا أنا سبق وحدا سألني هذا السؤال على راديو مونتي كارلو، وكان جوابي يعني كيف قدرت أخلقه. أنا بالحقيقة أنا شاهدته يعني خلال السنة اللي مروا فينا، نقدر نقول نحن عنا أمثلة كبيرة وكتيرة كتيرة كتيرة عن سوريين وسوريات وأطفال وكبار ومن كل الأعمار عاشوا أشياء ما بتنوصف، ومع ذلك أعادوا تكوين نفسهم، مع ذلك ما زالوا بيؤمنوا بالحياة، مع ذلك ما زالوا لسه عم يقدروا يرسموا صورة حلوة للحياة ويساهموا أنه يكون في حياة غير الحياة، ما عم يستسلموا للصورة الحزينة تماماً. وهدول الناس يلي كتير 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 كان بالنسبة إلي عجبة مو معقولة، يعني من عجائب الدنيا السبعة، وهدول هن يلي أنا ردت أهديهم دنيا، عرفتي علي كيف؟ طيب. وفي منهم كتورنا كل الوقت. بالرغم أنه هو العمل بيحكي قصة السوريين أو الطفلة الحلبية دنيا، لكن هو صدر باللغة الفرنسية وكان في مشروع أنه يكون باللغة العربية. وين وصل مشروع الدبلجة للغة العربية؟ دبلجة باللغة العربية راح تخلص، هي يعني هي نحن كنا عم نشتغل فيها، صرنا تقريبا أسبوعين ثلاثة خلصنا تقريبا. الصياغة النهائية راح تنتهي خلال أسبوعين، وراح تكون جاهزة دنيا باللغة العربية، راح تكون جاهزة للتسويق بالعالم العربي. فنحن كتير مبسوطين ومتشوقين لتبلش تتسوق وتنشاف وتنعرض بالعالم العربي للأطفال العرب كلهم، وللكبار وللعائلات وللسوريين خاصة. فرح نخلص يعني إنه جاي يعني فيش ما بعد. طيب بالنسبة كمان للفيلم السينمائي، رح يكون في خطة لحتى تتحول الحلقات الستة لفيلم يكون سينمائي؟ هل رح يكون في تغييرات إذا كان تم هذا الشيء؟ اي هلا سؤالك عم تقتليني فيه، لانه انا هلا اليوم كل يوم عم بشتغل انا بمخاض كتابه سيناريو الفيلم السينمائي. فالفيلم السينمائي مفروض يطلع بربيع 2022 او صيف بدايه صيف 2022، وهو انتاج فرنسي كندي. هو بدأ يتحول للحلقات الستة اللي رح تشاهدوهم بالعالم العربي قريبا لفيلم، فأكيد رح يكون في تغييرات صغيرة. هو بالمجمل رح يكون في إضافات. رح يتحول. أنا ما بقدر كتير أحكي لسه أجد أزيد فيه لأني عم بشتغل عليه وفي أفكار عديدة، بس خاصة أنا بدي أعيفكم عيف التشويق تسويق لهالشغلة. بس بشكل عام أكيد ما رح نخسر بهجة الدنيا، أكيد الشخصيات الأساسية كلها هون، تيتا مونة، جدو درويش، مدام دبوس، لينا، جوان، كلهم يلي بيمثلوا، وعبدو يلي بيمثلوا، هدول مختلف، مو كل أطياف سورية أو ألوانة، بس يعني جزء حلو منها رح يكونوا كلهم موجودين بالفيلم. ورح نزيد عليه أشياء ولقطات ما قدرنا نحطهم بالمسلسل، يعني أنا كان خسارة لأنه كان مجبورة أقطع أغراض هون، رح نحطنا ورح ننغمس فيه أكتر، يمكن رح نزيد أغاني كمان، رح نزيد مشاهد رائعة تكون رائعة. وبتمنى بس يطلع الفيلم، يعني كتير عندي تفاؤل إنه نعيش تجربة الدنيا بشكل مختلف، يعني على البيك سكرين، على الشاشة الكبيرة، مع الصوت، مع رح يكون يعني تجربة مختلفة تماما يعني. طيب يعني بعد ما انعرض المسلسل وحصلتي على الجائزة، هل كان في بعض الأسئلة حوله أو الانتقادات اللي اعتبرتيها جديدة أو ممكن تأخذيها بعين الاعتبار حول المسلسل نفسه؟ من
بالحقيقة يعني أنا عم برجع لك إنه أنا ما جاني انتقادات سيئة أبدا. حلو كتير. يعني تقريبا لا. في انتقادات صغيرة يمكن تتعلق شوي ب انتوا ما شفتوا لسه بالعالم العربي، يعني بتمنى ما اكسر التشويق تبعكم، انه في شوي تساؤلات انه ليش هالشخصيه مختفيه، ليش ابوها لدنيا ما بنشوفه، ليش امها لدنيا ما بنشوفها. نحن لانه نحن بالمسلسل امها بتكون متوفيه، ابوها بيكون مسجون معتقل، هدول بنمرق عليهم هيك شوي على البطيء، يعني لانه ما نو سياسي وما بياخذ توجه سياسي، بس دنيا بيحاول يرسم الوضع بشكل عام. كان في شوية تساؤلات، أكثر تساؤلات تشويقية خلينا نقول من الأطفال والكبار ومن العرب والأجانب كمان. هدول أنا بحاول يمكن بالفيلم أعطيها تفسيرات أكثر من دون ما أعطيها تفسيرات كبيرة، لأنه حلو التشويق كمان. من ناحية تانية كان يعني أنا عن جد أنا مسرورة وماني مصدقة قديش العالم عم تتعلق بدنيا نفسها ككائن وبقصتها وبعيلتها كلها وكل العالم اللي عم بيسافروا معها، يعني العالم عم بيحسوا انه هن صاروا جزء من هالعائله السوريه ومتشوقين مو بس انه يشوفوا الفيلم، بشكل عام العالم متشوقين على الجزء الثاني من دنيا. هذا كمان مشروع جاي، يعني انا رح ابلش اشتغل على الجزء الثاني من دنيا ان شاء الله على الخريف كمان إن شاء الله، لأنه كتير مهم. يعني حتى هلأ أنا ما عم تحكي لي عم قولي الله رح أزعل كتير إذا عرفت أنه 6 حلقات وبيخلص، بيصير أنه بدي كمان، يعني بدي أعرف شو صار، لأنه بتتعلقي بحدا بتزعلي. إيه وهي ورطة يعني تعلقوا بدنيا وأنا تعلقت فيها وكلياتنا تربطنا بهالبنوتة الصغيرة يلي هي بالأخير هي بتحكي عن، بعتقد بتحكي عن الشيء الصافي لسه بقلبنا يلي لساته هيك يلي لساته قادر يكون ساذج نوعا ما أمام الحياة، وأنا هذا الشيء بآمن فيه كتير بأنه واحد يضل صفحة بيضاء أمام الحياة وهي دنيا هيك. وفعلا يعني الأطفال ما بتعرفش قديش طلبوا جزء تاني، والأطفال من كل البلاد يعني يلي قاعدين بكيبك بيكون أجناس أهاليهم مختلفة، ومنهم كندية، منهم سوريين، منهم من كل الأجناس والجنسيات، متعلقين بدنيا وبدهم يعرفوا إيش اللي يصير فيها وبدهم يحكوا معه، وبيصلني رسائل منهم لدنيا. شو هيك أكتر شيء علق ببالك بالرسائل اللي ضحكتي وقت قريتي؟ الله يا الله شو حلوين الرسائل. في واحدة بنت صغيرة لما بتصل، أنا ما بتحكي لكم كل شيء بس بتعرفي إنه بالجزء الأول بهذا توصل دنيا لكندا بعائلة كندية وبتستقبل بنت صغيرة اسمها روزالي وإلها نمش هيك على وشها وكذا، ففي بنت صغيرة بتكتب لها لدنيا بتقول لها دنيا أنا بحبك كتير كتير، كلنا رسالة عرفتي كيف؟ أنا بحبك كتير كتير وأنا كتير كتير زعلانة على كل شيء صار لك وبدي كتير إنك تصيري مبسوطة وتسعدي وكذا، وأنا حاسة إنه روزالي ممكن تكون صديقتك فتقربي منها بليز. تقربي شكلها بنت حبابة فبشجعك على صداقتها وبموت عليكي بموت عليكي وإكس إكس 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 وبحبك دنيا وحبيبتي. في كتير يعني أطفال بيحاكوا دنيا كأنها حقيقية على الواقع، وفي أم صديقة لي قالت لي نجم مفكر أنه دنيا حقيقة، يعني قلت له هاي من كرتون عرفتي. دي أطفال بيوصلني من أهالي أطفال راسمين دنيا لحال ودون ما حدا يقول لهم راسمين. حلو. بس واحدة من أكثر الأشياء اللي أنا بالنسبة لي بتعني لي بصراحة هي لما في أهالي سوريين مغتربين أو لاجئين بيحكوا معي بشكل خاص وبتشكروني بيقولوا لي بتعرفي أولادنا عم بيتفرجوا على الدنيا عم بيحسوا إنه على التلفزيون إنه في فيلم إنه في سحر إنه في ناس إنه في بنت صغيرة بتشبههم على التلفزيون وبتحكي لغة أهلهم وبتعيط لجدها جده بتعيط لستها تيتا، وهذا الشيء يعني هاي هدية فظيعة عملتي لنا إياها، لأنه
عم تغمس يا أطفالنا بجذورهم بطريقة رائعة، وهذا اللي يلي كنا منتمنى وجوده ويلي دنيا لبت لنا يا. فهي شغلة بتعني لي أكتر شيء. وفعلا هي حتى يعني هلا أنا ما عم بسمعك ما عم بيخطر على بالي عمل تاني قدر يكون قريب منا ويشبهنا بدون ما يكون في تغيير للأسماء الحقيقية من العمل اللي وصلنا. فأنا كمان بدوري بدي أتشكرك ماريا، لأنه عن جد دنيا يعني هلا عم بتخيل لو صارت فيلم وجسدوه أشخاص حقيقيين، الناس رح يتعلقوا بهاي الشخصية الحقيقية لأنه تعلقوا كتير بالشخصية الكرتونية، فرح يكون حظوظهم كتير قوية لو هذا الشيء صار. هي شخصية حقيقية، هي فيلم بده يضل فيلم كرتون مثل ما هو بس طويل، يعني فيلم كرتون سينمائي عرفتي؟ كثير حلو. شفت كمان على صفحة دنيا انه في تحول لكتاب او قصص، قصة دنيا، فكمان كيف لقيتي الانطباع حوله وقديش كمان يعني كان في نقل من المسلسل للعمل الورقي المصور؟ هو الحقيقة كان نقل مانو سهل، ولو كان هو كتاب صغير يعني مانو كتاب، لكن راح أفرجيكم ياه بما أنه عم نشرب قهوة مع بعضنا، عندي نسخة هون. هو كتاب يعني كتاب صغير بحكي قصة الدنيا يلي موجودة بالست حلقات عرفتي. القصة مختصرة طبعا من تأليفي ورسمي، وبما أنه صفحاته قليلة وبما أنه للأطفال وما لازم يكون فيه كتير كتابة، ما كان سهل أن يحول كل هالصخب اللي كان موجود بالست حلقات بهالصفحات هذا، وأترك الإحساس الأصلي يعني لدنيا، لقصة، للأشياء اللي تعلقنا فيها. وحتى الرسم نفسه صار رسم أكثر يدوي من الرسم المشغول مشان السينما. يعني هي كانت تجربة شوية أليمة بس كانت حلوة، لأنه كان لازم أترك المختصر المفيد عرفتي كيف؟ وهي شوف الصفحات هدول مثلا، هاي دنيا، هاي حلب والحمام، ودنيا عم تنطنط عم تروح على المدينة على السوق القديم. إذا بنشوف الصفحة الثانية لما بتوصل على السوق القديم وبتنط على الحمار وبتوصل على دكانة عبده وبتطلب منه حبة البركة، وفي كتير سوربرايزز يعني لسه بهالكتاب. الكتاب بأبليكيشن يعني تطبيق سحر، إذا كاميرا تبع التليفون مع هالابليكيشن على الكتاب على صفحات الكتاب بيطلع منه على التليفون بيطلع مشاهد مصورة ساحرة. كثير فكرة ذكية وجميلة كثير. يعني حتى كل شيء حوالينا، كل شيء ممكن يتخيله الطفل انه هو بحاجة انه يكون موجود عنده، بعد ما يشوف القصة ويقراها بيقدر يشوف أكثر. فعن جد عمل كتير يعني متكامل متجانس، وبنتمنى لك عن جد من كل قلبي النجاح والتوفيق. بعرف قديش عم ياخد من روحك من وقتك من جهدك، فأكيد بيستحق كل النجاحات، وبتمنى نشوفه كمان عم بينافس بمهرجانات كبيرة ويحصل على جوائز عديدة. محمد من التعليقات عم يسألك، هل بتحسي إنه هذا العمل بهالشخصية الصغيرة الدنيا أقرب شيء لقلبك من أعمالك، وإنك عطيتيها حقها من قلبك؟ إيه يعني هو صعب، يعني سؤاله حلو بس صعب سؤاله، لأنه بكل مرحلة من مراحل الخلق عند الفنان أو عند حدا بيألف مثلا قصص مثلي بيحس إنه هاي المرحلة يعني مثل كل واحد لما بيحب، كل مرة هي أول حب، بيحس إنه هاي المرحلة بتمثله أكتر شيء أو أكتر شيء بيعطيها من قلبه. فبالمرحلة الحالية يلي أنا وصلت لها وبعد السنين الحرب والألم يلي تراكم جواتي واللي تراكم جوات كل اللي حوالي، في ناس تعذبوا أكتر بكتير مني واللي شاهدته واللي عشته، حسيت إنه كانت الدنيا بتمثل أكتر شيء ردي أو جوابي أو الشيء اللي أنا بقدر أعطيه مقابل اللي صار كفنانة. فبالمرحلة هون إيه عطيتها حاولت أعطيها كل الدموع يلي بكيتها أو يلي
حسيت العالم عم بيبكوا حوالي، ايه كلها حطيتها بهالشخصية. ايه ماريا، سأل يعني هيك سألت حالي سؤال، لما الأطفال بيبعتوا هي الرسائل الجميلة جدا وبتكون كتير كتير قريبة على القلب، يعني حتى لو احنا عم نسمع، هل بتتردي عليهم باسم دنيا؟ هل ممكن تفكري انه يكونوا كمان هن يدخلوا على القصص، انه هي الرسائل اللي بتوصل لدنيا؟ كيف بتتعاملي معاهم هي الرسائل الحلوة اللي بتوصل؟ سؤال كتير حلو. هو بالحقيقة أنا ماني لحالي، عندي فريق حلو، فريق كبير شكرا، يعني، تحية كمان. شكرا كلهم لهم التحية، بيشتغلوا شغل رهيب. وبدي أتشكر كمان كل فريق الدوبلاج السوري، بس لسه ما الأسامي، رح نعلن عليه بشكل رسمي قريبا. نحن في على تيليكيباك، على موقع تيليكيباك للأطفال اللي هي المحطة الوطنية بكندا، في صفحة مخصصة لدنيا، مثل ما مخصصة لكل الشخصيات الكرتونية اللي بتوجد على تيليكيباك، وفيها دنيا هي بتحاكي الأطفال، يعني مثل فيسبوك للأطفال، عرفتوا؟ فدنيا عندها فيسبوك تبعها، عندها صفحتها، هي اللي بتحكي أخبارها بالأسبوع كذا مرة، بتحكي أخبارها للأطفال، بتفرجيهم تفاصيل من الفيلم، من قصته، بتفرجيهم تفاصيل من المسلسل، بترد على أسئلتهم. ممكن مثلا بفترة الأعياد أو مثلا برمضان خلينا دنيا، رسمت لها أنا كم أكلة رمضان، خلينا دنيا ورسمت لهم، تقول لهم مثلا هذا غزل البنات بناكله برمضان، هذا التمر هندي، هذا القمر الدين. حتى بعيد الفصح خليت انهم، بما انه مدام دبوس بدنيا ست دبوس، هي ست مسيحيه جارتهم لدنيا، انه نفرجي للاطفال انه ست دبوس بتعمل معمول بالعيد وكذا. فعم نغمس فعلا، عم نخلي الاطفال يلي عم يتابعوا دنيا انه يفوتوا بعالم دنيا وبثقافتها بشكل اعمق خلال صفحه دنيا. وهون بيردوا عليها وهي بترد عليهم، وحتى بنعمل مسابقات، انه مسابقه بتعلمهم عربي دنيا كمان. حلو. صديقتي أسيمة يلي هي عم بتشتغل على هذا الموضوع، إنه هي عم بتحكي بلسان دنيا، فهي كل أسبوع بتعلم كلمة بالعربي، بس كلمة بسيطة، أنا أحب أو أنا اسمي أو كذا. بس مع الوقت وصلوا كذا شهر عم بيتابعوا وصاروا يركبوا جمل، فعملت قالت لهم طيب هلا ركبوا لي جمله، واللي بيربح بيركب، يعني بيعطيني جمله اسرع شيء بيربح كتاب لدنيا، او بيربح رساله مكتوبه بخط دنيا. ففي تفاعل فظيع. وهذا انا اللي بدي ازعل اذا الدنيا ما كملت، بدي اشوفها وهي صبيه شو رح بيصير، يعني رح نجوزها نجيب دنيا صغيره كمان. أنا كتير مبسوطة فيك ماريا، كتير كتير مبسوطة، كتير كمان بكل الفريق اللي عم يشتغل لحتى فعلا هالإبداع يقدر يشوفه أكبر عدد ممكن من الناس. حلو إنه كمان يكون في عنا هاي الهوية اللي عم نخلقها بأطفالنا، وبعدين هذا بيساعد كتير من العرب مو بس السوريين إنه يكونوا فخورين بثقافتهم وقت اللي يشوفوها بهويتهم، ويساعد بتقبل الأطفال لإلهم وتقبل حتى أهاليهم. فأنا بدي أتشكرك لأنه العمل هو مو بس إبداعي، هو كمان إنساني بدرجة كتير كبيرة. ماريا أنا بدي أتشكرك، وبدي يعني سعيدة إنه قدرتي تتحملي كل هالسهر، يعطيكي كل العافية، وسعيدة جدا لإلي إنك موجودة معنا اليوم. بالعكس كثير بحب أشرب قهوة معكم، وشكرا كمان مرة على استضافتي، ويسعد صباحكم وصباحك، وإن شاء الله تسمعوا أخبار جديدة عن دنيا قريبا وعن غيرها، ومتابعة الجواز وكل شيء. شكرا كثير لك ماريا زريج، شكرا لك، يعطيكي كل العافيه. باي باي. كانت معنا الفنانة الكاتبة والمخرجة والرسامية السورية ماريا ظريف، خبرتنا عن شخصية دنيا، عن تطوراتها. كنا نحن سبق واستضفناها سابقا بنهاية 2020، حكت لنا عن شخصية دنيا، هي الشخصية الكرتونية اللطيفة اللي اجت من حلب ومع ستة وجدة، وكيف كان لجوءها حتى وصولها لكندا. عرفنا التطورات، نتمنى لها من كل قلبنا يكون في كمان نجاح، ونتمنى نحصل على النسخة العربية قريبا. شكرا للكل، رح أتمنى تبقوا معنا وتتابعونا ضمن البرنامج الصباحي على هو راديو روزانا.
اليوم فنجان لهوي معه. اللي جاي زيارة حتى يترك ويعنّد.